سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم فيه واحد لاباراي هي واعره خرافيه، انا بعدا صدعتني، اللي غتخليكم ديروا اي حاجه في شعركم، ديروا بوكلي بلاي، ديروا فيه ديكور، ديروا فيه دي بوكل صغار كبار متوسطين، اي حاجه كنتو كتشوفوها ولا كتخيلوها غتقدروا ديروها بوحدكم في الدار ديالكم بلا ما تمشيو لعند كوافير غتصايبوا في شعركم اي حاجه تمنيتوها. قبل ما نبداو الفيديو، اول حاجه الا كنتو باقي مشتركتو في القناه شاركوا، كذلك ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم اي جديد من عندي. كذلك تابعوني على انستغرام غادي نخليه لكم هنايا. ودابا نبداو الفيديو ديالنا. هاد لاباراي اللي دويت لكم عليها اللي هي 8×1 هي من لامارك ايريزيستيبل مي. هادي ماشي اول مره نتعامل مع هاد الشركه، هاد الشركه اللي كنت خديت من عندها ليكسبانشن. الا كنتو تفرجتوا في الفيديو ديالي اللي شرحت فيه ليكسبانشن وكيفاش كيتركبوا داكشي، الا كنتو باقي ما شفتوش غادي نخلي لكم هنايا. الا شفتو هذيك هي لامارك اللي كنت تعاملت معاها وهذه ثاني مره غادي نتعامل معاها. الصراحه ليكسبانشن ديالهم رائعين 100% طبيعيين. كتقدري تتعاملي مع داك الاكسبانشن بحال الشعر ديالك تماما، وملي كديريه ما كيبانش الفرق بينه وبين الشعر ديالك. ودابا توصلت من عندهم بهاد لاباراي الواعره بزاف، سوفاير 8×1، يعني فيها بزاف الريوز اللي كل رويز كتقدري ديري به دي بوكل في شكل. انا دابا غنفتح معكم الباك. اول حاجه كيجي بحال هكا كيف كتشوفوا، كيتحل بهذه الطريقه. في هنايا هاد البواطه فيها مغناطيس، هنايا تحل بسهوله فوالا. كيجي بحال هكا، كيجي واحد الصويك اللي هو نوار بالجلد مكتوبه فيه ايريزيستيبل مي. هاد الصويك هو اللي جامع لك كاع الحوايج اللي غتحتاجي. قبل ما تفتحوا هاد الصويك كاين هنايا واحد الكتيب اللي فيه معلومات على لاباراي وهاد الكريوز ديالها، كل واحد شحال من مليمتر فيه، كل واحد الاستعمالات ديالو وداكشي، يعني جميع المعلومات كاينين في هاد الكتيب. وكذلك كاين هاد العيبه اللي كنحطو فيها لاباراي ديالنا ملي كتسخن، يعني ملي كنكونو كنخدمو دي بوكل كنحطها، ميمكنش نحطها يعني فوق لاطابل ولا شي حاجه، هادي كتشدها لينا. ودابا غادي نفتحوا هاد السويك اللي هو جمع لينا كاع الحوايج اللي غادي نحتاجو. كيجي بحال هكا كيف كتشوفوا، جمع كلشي، يعني المحتوى ديالو غادي يخلينا نديرو اي حاجه تخيلتوها في الشعر ديالنا. بعد اول حاجه كيف شفتوا الشعر ديالي انا دايره فيه دي بوك اللي هما صغار. انا الشعر ديالي من النوع اللي ما كيتبوكلاش نهائيا اطلاقا، ما كيتبوكلاش، على فكره رقيقه ورطب وخفيف، يعني داك الشعر اللي كيبقى ديما مسرح ما كيتبوكلاش ليا. واخا كنت كنمشي عند زعما الكوافير نصايب بوكلي ولا شي حاجه ما كيشدش، يعني ديك الساعه كيطيح. دابا لا، بهاد لاباراي صراحة بلا باراي وبلا لاك، يعني ما تبدتو ما حتى حاجه وبقى ليا شاد بوكلي بحال هكا. استعملت واحد الراس اللي هو صغير اللي باش يدير ليا دي بوكل بحال هكا، بحال الشكل ديال الناس اللي كيجيو من البحر اللي هما شعرهم ديجا كيتبوكل عليهم، كيولي شعرهم بحال هكا. الصراحه كنت ديما كنحلم ان شعري يولي بحال زعما. نجرب شي مره، نجرب هاد اللوك، نشوف كيفاش غادي يجيني. ما تنساوش تكتبوا لي في كومونتير كيفاش جاني هاد اللوك بالشعر بوكلي بحال هكا. ودابا غادي نوريكم كاع الحوايج اللي كاينين في هاد الدار. اول حاجه كنلقاو هي هذيك الهاند، يعني اليد اللي كنخدموا بها اللي هي دايره بحال هكا، كتجي بحال هكا. الحاجه الزوينه في البليس انه طويل، يعني ماشي قصير هذاك اللي كيديروا نجيب هكا، البليس طويل بزاف. وكذلك كيدور 360 درجه باش ما يتلواش وما يوحلش، وزعما تكون تخدمو بسهوله. وفي هاد الهاند كاينه منين كتشعل اللي هي هنايا، وكاين بلوس اي موان باش نقصو درجه الحراره حيت كتسخن بزاف. كتريقلو درجه الحراره على حساب الشعر ديالكم، كل واحد والشعر ديالو شنو كيتحمل. كاين اللي شعرو رطبتو خفيفه ودغيا زعما ما كيتحملش الحراره بزاف، داكشي علاش كتنقصو كديرو الحراره على حساب شنو باري. وهنا كتبان لكم في هاد الشاشه هنايا حيت ما قدرتش نشعل دابا حيت البليس بعيد عليا. سميتو كتبان لكم هنايا درجه الحراره اللي كاينه، كتولي شعله بالخضر. و ثاني حاجه
كاينه كاينه هاد ليغون هادي اللي كنديروها في اليد ديالنا، كذلك فيها سميت لا ماك ريزيستيبل مي كنديروها في يدنا، حيت لاباري كيف حنا عارفين كتكون سخونه، يعني كنحميو اليد ديالنا بهادي. نبداو دابا نوريكم الريوس اللي كاينين. كاين هذا، هذا هو الاول، هذا العادي يعني الحجم ديالو تقريبا في 25 ملم، الحجم العادي اللي كيعطينا دي بوكل اللي هما طبيعيين. مثلا يعني ما كيبانش شعرك انك مبوكليه مصايبه، كيبان مثلا طبيعي دي بوكل هكا كبار، هو هذا الحجم. نوريكم كيفاش كيتخشف لاباراي، كيتخشف بهذه الطريقه يعني بسيطه بحال هكا. وكاين هنايا كيفاش نحلو ونسدو، كنكرزو هكا حتى كتوصل لينا عند القفل صافي كنشعلوها. هذا كيف قلت لكم الراس اللي فيه 25 ملم اللي كيعطي دي بوك اللي هما ناتشورال. كاين هذا اللي هو كبير فيه 32 ملم كيف شو يعني كبار من هذا، وهذا الصراحه هو اللي كيعجبني بزاف بزاف بزاف، يعني كيعطيك تقدري ديريه كل نهار، ماشي بالضروره ديريه في شعرك كامل، غير تشدي مثلا واخا شعرك ما يكون منصيب ما والو ديري هكا شي جوج ضريبات القدام، كيعطي شكل ناتشورال دي بوكل هكا كبار زوين. كاين كذلك هذا الشكل، هذا الشكل اللي هو كيجي كبير من التحت وغادي كيصغر، كيعطي دي بوكل كبار من الفوق وغادي كيتجمعوا كيوليو صغيورين، الشكل ديالهم زوين. كاين كذلك هذا الراس اللي هو كيتسمى بيرل، كيعطي دي بوكل دايرين بحال هكا. دابا نوريهم ليكم، غنجربوا في الضربه في شعري وغادي نوريكم كيفاش كيعطي زعما لي بوكل كي دايرين. كاين ثاني هذا الشكل، هذا الشكل بحال هذا غير هذا صغير، يعني كيعطي دي بوكل صغار كثر. وكاين هذا العكس، يعني هادو كبار من التحت وصغار كبار من الفوق وصغار من التحت، هذا العكس كيف كتشوفوا كيعطي دي بوكل اللي هما شويه غريبين، كيكونوا صغار من الفوق وغادي كيكبروا. وكاين هذا اللي هو رقيق بزاف كيف كتشوفوا، هذا كيدير دي بوكل اللي هما صغيورين وشعرك كيطلع، يعني هذا هو اللي خدمت به دابا، شعري كان رجع ليا بحال هكا كاري ودي بوكل صغيورين، عاد مشتهم غير بيدي بحال هكا بقيت كنحلهم مشت فيهم مشت فيهم باش يعطوني هاد السجيل، حيت هو اللي كنت باغا، وإلا مشتهم بالمشطة غادي يهبط كثر وغيوليو دي بوكل اللي هما كبار. تا هاد الرويز زوين بزاف. كيف شفتوا وريتكم ريوس كاملين اللي كاينين في ريزيستيبل مي، اللي هما كيجيو هكا 8، اللي صراحة زوينين بزاف، يعني جربت تقريبا شي 3 منهم، ما جربتهمش كاملين، جربت شي 3 وكل وحدة كتعطيك شكل في الشعر ديالك، كتعطيك لوك يعني مختلف. غادي نوريكم دابا تجربتي في بعض الغيبات لكل راس باش تشوفوا مثلا الشكل ديال لي بوك اللي كاتبوا. شفتو جمعت شعري قسمته غير على جوج وجمعته وخليت هنايا واحد شويه هكا باش نجرب لكم كل وحده فيهم من 8، نجربهم لكم ونشوفوا كيفاش كيعطيو الريزلت كيفاش دايره. اول وحده غادي نبدا بها هي هذه، هذه اصغر وحده فيها 13 ملم كيف كتشوفوا، شوفوا ليا كيف كتجي هاد الصغيره، شوفوا ليا كيف دايره، كتعطيك دي بوكل صغيورين زوينين بزاف، وملي كيتمشطو كيعطيو الفوليوم للشعر، يبان من الفوق وبحال هكا دي بوكل صغيورين فيه، كيجيو زوينين هادو. هادي هي هاد البغال فيها 13 ملم. تاني وحدة هي بيرل، هادي كتجي فيها بحال دي بول بحال هكا، كتعطيها النتيجة كيجي شوية بحال مخربق، دي بوكل هكا مخربقين ملي كنحلوهم زوينين بصراحة. هادي تالت وحدة كيكون فيها اونتخ 13 ملم هنا لتحت والفوق فيها 25 ملم، يعني غدا مصغر الكبير، كتعطي هاد الشكل
كيف شفتو يعني داير لي بوك يا اما كتخليهم بحال هكا يا اما كتحلوهم بيديكم يا اما تبسطوهم كيعطيو شكل زوين بزاف تاد ستيل زوين حتى هادو العاديين يعني كيعطيو لي بوك لي تقريبا ناتوريل هذا فيه 19 ملم هذا صغير شويه هذا 25 ملم وهذا الكبير 32 ملم هاد 25 ملم كيعطي هذا الحجم كيف كتشوفوا كيعطي هذا ستيل يعني ستيل اللي نقدروا نديروه كل نهار والا مشطناه الا مشطناه كيبان شعرنا بحال عادي طبيعي ما دايرين ليه والو وكيعجبني بزاف هذا اللي فيه 32 ملم الكبير اكبر واحد فيهم كيعطيكم دي بوكل اللي هما كبار ملي كيتمشطوا كيبان الشعر بحال عادي بحال اللي كنشوفوا بحال الستيل ديال لا ستار وهكا زوين بزاف هذا كيعجبني ديال الاستعمال زعما نديروه ديما ونقدروا ماشي نديروا شعرنا كامل نقدروا ناخذوا غير القدام شي جوج ضباط هكا القدام جوج اللور زوينين هادو العاديين اوكي حتى هاد السجيل اللي هو كيكون كبير من التحت العكس ديال هذاك اللي وريتكم من قبيله كبير من التحت وغادي وكيولي صغير كيعطي من هنا دي بوكل من الفوق اللي هما كبار والتحت غاديين وكيصغارو هاد الشكل اللي درت انا درت هاد الصغيره اللي فيها 18 ملم التحت و 9 ملم الفوق كتعطي هاد الشكل هادي كبر منها شويه فوالا شفتو صوت لاباري قدامكم باش تشوفوا كل راس تقريبا كيفاش الشكل ديال البوك اللي غادي يعطيكم في شعركم واخا ما جربتوهمش بالتبنيه ولكن كيبقاو يتغيروا غير يعني غير الحجم يا اما كيصغر كثر يا اما كيكبر كثر يا اما كيوسع صراحه لاباري زوينه بزاف وخاصها تكون عند اي واحد في الدار ماشي فيما نبغيو مثلا نصايبو مشطه ولا نديرو شي حاجه خصنا نمشيو عند الكوافور يعني ماشي في متناول الجميع انه يمشي يدير دي بوكل هكا في لي صالون كيكونوا غاليين المهم هذه لاباري اللي بغيتكم عليها اليوم اللي هي زوينه بزاف من ايريزيستيبل مي غادي نخلي لكم ليان مين تقدروا تاخذوها في صندوق الوصف كذلك كاين كود برومو ناقص 20% من اي حاجه تشدوها من السيت من لي زاباراي اكستنشن عندهم بزاف حوايج دخلوا غنخلي لكم في صندوق الوصف دخلوا وشوفوا كاع الحوايج اللي عندهم كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم كنتمنى نكون خفيفه عليكم ما تنساوش تابوناو في لاشين الا كنتو باقيين ما تابونيتوش باي باي